كان المشركون في بداية البعثة النبوية يحاربون الرسول صلى الله عليه وآله بكل الوسائل، ومنها تحريض صغارهم على إيذاء النبي صلى الله عليه وآله. أيها الصغار، ارموا محمداً بالحجارة، ارموا محمداً بهذا الحجر، ولكنه رجل أمين ويعاملني بلطف وطيبة. هيا افعل، افعل ما أمرتك به، وإلا رميتك بهذا وأصبت به رأسك. الساحر الكذاب، الساحر الكذاب، الساحر الكذاب. هذا جزاء من يكفر بأصنامنا. علي، علي، اهربوا، لقد جاء علي بن أبي طالب. الويل لمن يؤذي حبيبي رسول الله محمد. علي، علي، اهربوا. الويل لمن يعتدي على رسول الله. لا لا، ابتعد عني. وقد اشتهر علي عليه السلام في طفولته بمسك آذان الأطفال الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله. من الذي قرص أذنك؟ علي بن أبي طالب. أي، ألا يكفي ما يقوم به أبو طالب من نصرة ابن أخيه بشتى الوسائل؟ هذه المرة يبعث ابنه عليا لحمايته من أطفالنا.